ربما تتفق جماهير الزمالك على أن التعاقد مع البرتغالي جوزي غوميز هو أفضل قرار اتخذه مجلس الإدارة. المدير الفني نجح في تقديم نفسه بأفضل شكل ممكن. في موسمه الأول مع الزمالك كانت كل المؤشرات تؤكد أن نجاحه سيكون صعبا، لكنه خالف كل التوقعات. نجح الزمالك خلال مشاركته في بطولة الكونفدرالية، ونجح في أن يتحدى كل العقبات. نجح في أن يتأهل متصدراً لمجموعته، وفي ربع النهائي فاز على فيوتشر قبل أن يتخطى عقبة دريمز الغاني في نصف النهائي. وفي المباراة النهائية كتب غوميز شهادة ميلاده مع الفارس الأبيض، بالرغم من الخسارة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدفين لهدف، لكن هدف أحمد حمدي في لقاء الإياب كان كافياً ليتوج غوميز بأول ألقابه الإفريقية مع الزمالك. البطولة الأولى لغوميز مع الزمالك كانت بمثابة الإعلان عن عودة الفارس الأبيض من جديد بعد التتويج بالكونفدرالية. تأهل الزمالك للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي. الجمعة الماضية كان الموعد، والمكان هو استاد المملكة أرينا بالرياض. أما المناسبة فهي كأس السوبر الإفريقي الذي جمع الزمالك والأهلي، قمة مصرية على الأراضي السعودية. أعاد فيها غوميز تأكيد تفوقه على الأهلي، وحصد اللقب الإفريقي الثاني له مع الفارس الأبيض ليدخل من أوسع الأبواب إلى قلوب الزملكاوية. وأثبت غوميز للجميع أنه صائد الألقاب القارية.